أنا كنت في البادية، نعطيك هذا المثال. هذا البادية رانا في شمال المغرب، لقيت المسجد فيه قاعة رائعة ديال التعليم العتيق، ديال الوليدات اللي كيجيو للتعليم العتيق، ووزارة التربية الوطنية كتبني إلى جنب المسجد واحد القاعة ديال التعليم الأولي. فطرح عندي سؤال ديال التقائية البرامج الحكومية، ونحن نتحدث عن إصلاح المنظومة، فواش وزارة التربية الوطنية عندها تعليم أولي ديالها، وزارة الأوقاف عندها التعليم الأولي ديالها؟ من الذي يمنع وزارة التربية الوطنية بأن تدبر هذه الأقسام في المؤسسات العمومية، مؤسسة التعليم الابتدائي، ما دام قانون الإطار قال أنه ينبغي أن ندمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي؟ إذن يكفي أن تكون هذه الأقسام. في بعض الدوائر لا توجد مدارس مثلا، فيتم بناء، لأن التعميم ديال التمدروس الآن وصلنا 100% في التعليم الابتدائي، هذا يعني أنه في كل الأطفال في كل دوار يجدون مكان في المدرسة. متتبعينا مرحبا بكم في هذه اللقاءات التي اخترنا لها عنوان التعليم إلى أين، والتي ننظمها بشراكة مع مؤسسة أماكن لجودة التعليم بمشاركة الأستاذ عبد الناصر ناجي رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، والأستاذ خالد الصمدي وزير سابق وأستاذ التعليم العالي. أستاذ الصمدي، حكومة حلت مشكل موظفي أو أساتذة التربية والتكوين من خلال نظام أساسي موحد، وهذا كان موضوع احتجاجات وإضرابات منذ سنوات. أيضا قامت الحكومة بمعالجة مشاكل المادية لعدد من أساتذة التربية وعدد من الموظفين للقطاع التربية والتكوين. هل يمكن القول بأن النظام الأساسي حل مشكل ازدواجية الموظفين للقطاع، أم أنه هو حل مؤقت؟ وكيف يمكن أن تؤدي كل هذه الإصلاحات التي تمت إلى تحسين جودة المدرسة العمومية؟ ولن دعني في البداية أذكر على أن المجهودات التي بذلت على مستوى توحيد النظام الأساسي وعلى مستوى تحسين الوضعية المادية لرجال ونساء التعليم مجهود جيد، لكن السؤال اللي طرحته هو هل يشكل هذا المنحة حل لتحقيق جودة التعليم وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الإصلاح؟ كنعرفوا جميعا على أنه الإصلاح شاملا أو لا يكون، بمعنى أنه عنده واحد مجموعة من الأبعاد مترابطة، يعني بعضها يؤثر في بعض. إلا غنتكلم مثلا على النظام الأساسي، غادي نربطه بالتكوين ديال المدرسين، وماشي فقط غير التكوين ديال المدرسين، التكوين ديال الأطر المنظومة ديال التربية والتكوين العلمي. كان بدا واحد المشروع في 2018 كما في علمكم ديال مدرس المستقبل، ويستمر الآن، ربما غادي نوصلوا خلال هذه السنة إلى حوالي 120,000. كنتكلموا على إصلاح ديال المنظومة ديال التكوين، الإجازة 3 سنوات زائد سنتين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذا المشروع لا زال مستمرا. الحكومة الحالية أضافت إليه بعض الامتيازات المتعلقة ببعض المنح التي تعطى للطلبة، خاصة على أداء مهام تربوية في واحد مجموعة من المؤسسات أثناء فترة التكوين. هذه كلها خطوات في تقديري جيدة، لكن إذا ربطناها بالتزامات البرنامج الحكومي، وغادي نعطي نقطتين. النقطة الأولى، البرنامج الحكومي بما في ذلك النموذج التنموي كيتكلم على مدارس الأستاذية للتميز، هكذا اسمها. والبرنامج الحكومي كيتكلم على إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات لكي تشكل مسارا واحدا للتكوين، البكالوريا، ويتخرج الطالب وكل شيء تابع للجامعة في إطار الاستقلالية ديالها. هاد جوج ديال الأهداف ما تحققوش لحد الساعة، لازال الاستراتيجية السابقة هي القائمة ولازالت مستمرة، وفي تقديري تحتاج إلى تقييم.
تحتاج الى وقفه تامل، تحتاج الى تقييم، لانه كاين واحد المؤشر شويه مقلق اللي هو عدد الناجحين في المباريات ديال الالتحاق بالمدارس بالمراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين من حاملي الاجازه التربويه اقل بكثير من حاملي الاجازه العاديه. هذا مؤشر مقلق يطرح سؤال كبير جدا على التكوين في الاجازه التربويه وضروره اعاده هيكلته من جديد بتزويده بالاطر الاداريه والماليه الكافيه. اذا هذا لا ينفصل عن النظام الاساسي، لانه الاستاذ غادي يؤدي واحد المهمه بناء على تكوين سابق، حتى وان وفرت له الشروط الاداريه والماليه وكذا الى اخره، اذا لم يكن لديه يعني التكوين الكافي وهذا رهان مستقبلي قوي جدا بالنسبه للمنظومه التربويه ديالنا، لا نراهن على تحقيق الاهداف التي نرجوها في افق 2030 على مستوى. النقطه الثانيه هي ديال استدراك ضياع الزمن المدرسي. 4 شهور ماشي سهله، ومهما بذل من جهد فلا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون هناك استدراك. ما نساوش على انه هذا الهدر جاء مباشره بعد الفتره ديال كوفيد. صور ان الوليدات دابا اللي التحقوا بالمدرسه في 2018 2019 20 21 الى الان راكموا ما سمته التقارير الدوليه بالفاقد التعليمي. الا زدنا ليه ضياع الزمن المدرسي معناه انه الحكومه خصها تبذل واحد المجهود كبير جدا من اجل الاستدراك قبل ما نتكلموا على الجوده، لانه الا ما كانش الاستدراك ومعالجه الاختلالات اللي هي في المستوى ديال المتعلمين نتيجه هذا التراكم، ما يمكنش باي حال من الاحوال اننا نتحدثوا على الجوده. بالتالي جوابا على سؤالك، الاصلاح بالوضعيه الاجتماعيه واخراج نظام اساسي يعني خطوه جيده، ولكنها ليست كافيه لتحقيق ما نطمح اليه، علما بان واحد التوضيح اسمح لي نختم به هو ان النظام الاساسي الجديد على خلاف ما هو ما يروج على الاقل لا زالت الفئوية في أطر وزارة التربية الوطنية قائمة، مازال لحد الساعة كاين الناس اللي تابعين الوزارة على المستوى المركزي، النظام الأساسي للوظيفة العمومية المعمول به، وأطر الأكاديميات صحيح أن كلهم تاهما تابعين وزارة التربية الوطنية، ولكن هي فئة جديدة بوضعية جديدة فيها واحد النوع من الفرق بين الأطر القدام والأطر الجداد. وكيف ما كان الحال النظام الأساسي الجديد سيجعل الفئة القديمة تدخل في طور الانقراض إن شئنا أن أقول، وستحل محلها الوضعيات الجديدة التي نرجو على كل حال أن تضمن لأطر التربية والتكوين يعني وضعيتهم الاعتبارية والعلمية والأكاديمية، لأنهم الركيزة الأساس للإصلاح. نفس سؤال سيد نصر الناجي، واش فعلا هذا الحل للنظام الأساسي، إخراج النظام الأساسي، هل قطع مع التمييز اللي كانوا كيتشكوا منه الأساتذة بين ما سمي في البداية أساتذة التعاقد أو موظفي أو أطر الأكاديميات وموظفي الخاضعين نظام الوظيفة العمومية؟ وأكيد أن النظام الأساسي جاء بمجموعة من الإيجابيات، طبعا بأي ثمن، لأنه كان هناك مخاض، كان هناك إضرابات، توقف للدراسة 4 أشهر، وانعكاسات كما قال السي الصمدي على التعلمات وما يسمى بالفاقد التعليمي. ولكن إذا رجعنا الإيجابيات على مستوى نمط التوظيف، اليوم نتحدث عن موظفي العموميين، إذن هذا ربما تقدم، أن نقول أنه مكتسب بالنسبة للأساتذة أن يسمى موظف عمومي كيفما كان نمط توظيفه، سواء كان قبل 2016 أو بعد. موظف المؤسسات العمومية مثلاً. يبقى موظف عمومي. هذا الموظف العمومي طبعاً له نفس الحقوق مثل باقي الموظفين، له نفس الواجبات. ربما المتغير الموجود مقارنة مع الموظفين الذين كانوا تابعين لوزارة التربية الوطنية هو التدبير المسار المهني لهؤلاء الموظفين، سيتم عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وهذا طبعا في حد ذاته لا يمكن اعتباره سلبي، يمكن أن يكون إيجابيا، شريطة أن تكون هناك إعادة النظر حتى في القانون المنظم للأكاديميات. اليوم لم نعيد النظر بعد في القانون المنظم، وهذا سؤال يطرح سؤالا أشمل، هو
كيفية تعامل الحكومة مع القانون الإطار وتهميش القانون الإطار وعدم تحويل هذا القانون الإطار إلى نصوص تشريعية وتنظيمية كما كان مؤملا لكي نضع القانون الإطار في السكة الصحيحة للتطبيق. القانون الأكاديميات اليوم ينبغي أن نعرف هي مؤسسة عمومية وبالتالي هناك استقلالية وهناك التدبير يعني يعتمد أو يستند إلى القوانين قوانين المؤسسات العمومية عموما وكيف يمكن تدبير هذا خاصة الموارد البشرية في هذه المؤسسات العمومية. أم نعتبر الأكاديمية مثل مصلحة خارجية للوزارة التربية الوطنية وبالتالي يمكن أن يكون هناك تدبير خاص مرتبط بهذه الوضعية القانونية. بالتالي ينبغي أن يكون هناك توضيح للوضعية القانونية. طبعا اليوم الأكاديميات هي مؤسسة عمومية بحكم قانونها ولكن داخل تدبير هذه المؤسسات العمومية هناك اختلافات عن المؤسسات العمومية خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية. يمكن أن نبغي توضيح ذلك. بالنسبة للإيجابيات الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد هو طبعا المكتسبات المالية التي طبعا جاءت مع النظام الأساسي الجديد. لا ننسى أن هذه الحكومة أيضا أعطت مكتسبات مالية لقطاعات أخرى موظفين آخرين سنتحدث مثلا عن التعليم العالي وربما قطاعات أخرى ولكن إذا ربطناها بالزيادات الكثيرة في الأسعار المواد وفي تكلفة الحياة بصفة عامة مقارنة مع ما مضى وبمؤشر كذلك نسبة التضخم يمكن القول بأن هذه الزيادة تبقى نسبية ولكن مع ذلك يمكن اعتبارها إيجابية بالنسبة للموظفين. مسألة أخرى أريد أن أتحدث عنها وقد أشار إليها السيد الصمدي هو مركز الأستاذية للتميز. هذا المركز طبعا ذكر في النموذج التنموي ثم ذكرته الحكومة وركزت عليه كذلك خارطة الطريق ولكن لحد الآن لم يصدر هذا أي نص تنظيمي أو نص لا ندري هل سيكون بنص تشريعي أو بنص تنظيمي. لحد الآن لا يوجد أي شيء يتعلق بهذا المركز سوى الوثائق التالية. أولا خريطة الطريق وثانيا قانون المالية. في قانون المالية نجد سطر مالي يتعلق بهذه المراكز مراكز الأستاذية منذ 2023 بمعنى أنه في قانون المالية 2023 نتحدث عن 40 مليون درهم ترصد لهذا المركز كنفقات لتسيير و4 مليون درهم كاستثمار بمعنى استثمار إحداث هذه المراكز كبنية جديدة. لكن لحد الآن وحتى في القانون المالي ديال 2024 نتحدث عن هذا المركز بنفس المواصفات ولكن لحد الآن لم يصدر أي شيء يتعلق بهذا. هل هناك تراجع عن إحداث هذا المركز أم أن هناك صعوبات أو إكراهات مرتبطة بإحداث هذا المركز؟ مسألة أخرى بالنسبة للنظام الأساسي وهذا اختلال منهجي يهم الأنظمة الأساسية التي أصدرتها الحكومة خاصة في القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين وهو غياب المستند القانوني لهذه الأنظمة الأساسية وهو ما يسمى بالإطار المرجعي للوظائف والكفايات. لم يتم بلورة هذا الإطار الذي يحدد ما هي الوظائف. يمكن أن تكون وظائف جديدة مهن جديدة في التربية الوطنية فئات جديدة في وزارة التربية الوطنية غير الفئات القديمة لأننا نتحدث عن مدرسة جديدة كما جاء في الرؤية الاستراتيجية وبلورة تصور جديد كان يقتضي أن تكون هناك عمل تأسيسي من خلاله يتم وضع هذه الوظائف الجديدة وما هي الكفايات التي ينبغي أن تكون عند كل موظف أو كل مهمة من هذه المهام وبعد ذلك نتحدث عن النظام الأساسي. اليوم وضعنا النظام الأساسي والقانون الإطار يقول ذلك وضعنا نظام أساسي دون استيفاء هذا الشرط ونتحدث عن أنه بعد
هذا النظام الأساسي سيتم بلورة هذا الإطار المرجعي. لأنه كان هناك استعجال، كان استعجال وكانت إضرابات وكان ضغط يعني على لا الاستعجال، الاستعجال قامت به الحكومة هي التي استعجلت وليس الإضرابات، لأن الإضرابات جاءت نتيجة للاستعجال. الحكومة لم تكن في عجلة من أمرها، كان ممكن أن وخاصة أنها استغرقت سنة ونصف قبل الحديث عن النظام الأساسي الجديد، وكان يمكن في إطار هذه السنة طيلة هذه السنة ممكن أن نتحدث أن نبلور هذا الإطار المرجعي للوظائف والكفاية. نعم. سوف أنتقل إذا سمحتم إلى موضوع آخر لا يقل أهمية ويتعلق ب التعليم الأولي. فكما نعرف بأنه في خلال السنوات الأخيرة يعني بدأ اهتمام متزايد بالتعليم الأولي، وفي تقديم حصيلة الحكومة جرى الحديث عن نموذج مبتكر للتعليم الأولي. كنا نعرف بأن التعليم الأولي كان في المغرب يعني يتم خاصة في القطاع الخاص أو في الكتاتيب. اليوم هناك منظومة يعني وإمكانيات مالية، وحتى في العالم القروي تم إنشاء يعني مراكز للتعليم الأولي أو أقسام للتعليم الأولي، وصرفت فيها ميزانيات وهناك مربيات. يعني هناك أسئلة كثيرة تطرح حول تقييم هذه التجربة، حول المربون يعني في التعليم الأولي ووضعيتهم الإدارية والمالية، فإن عدد منهم يتعاملون مع الجمعيات. فكيف يعني تقيمون هذه التجربة في مجال التعليم الأولي أستاذ صمدي؟ دائما نرجعوا للمعايير التقييم. إذا رجعنا لمعايير التقييم غادي نوجدوا أن القانون الإطار يتحدث عن إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ودمجهما في سلك واحد هو التعليم الابتدائي. بمعنى التعليم الابتدائي إذا كان عندنا فيه 6 سنين، القانون الإطار واضح كيقول لك غيولي فيه 8 سنين، سنتين ديال التعليم الأولي. هذا الإدماج لم يتم لحد الساعة، ما نساوش على أنه كانت هناك مناظرة نظرا لأهمية هذا الملف، كان هناك مناظرة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك في 2018 حول استراتيجية للتعليم الأولي الشمولية اللي كترتبط بالبنيات، كترتبط بالتكوين، كترتبط بالوضعية الوظيفية للمربيين ومربيات التعليم الأولي، كترتبط بالشراكة والتعاون لأن تشي فيه الجماعات الترابية وهم يرتبطوا بها، يعني استراتيجية متكاملة. ومباشرة بعد هذه الاستراتيجية كان واحد الهدف مهم جدا هو إحداث واحد العدد من الأقسام ديال التعليم الأولي داخل مؤسسات ديال التعليم الابتدائي. هذه الوتيرة بدأت، الهدف أن نصل إلى عملية التعميم يعني على الأقل في الأفق المنظور المدى المتوسط ل 80% ديال الأطفال ما بين 4 سنين و6 سنوات. يمكن نقولوا على مستوى الكم هناك تطور، ولكن على مستوى الكيف هناك نقص خطر في واحد المجموعة من 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 الملفات. الملف الأول في تقديري هو هاد عدم الإدماج في التعليم. مازال التعليم الأول دابا الآن في يعني لما نتابع هو هي الوزارة اسمها التعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يعني كان من المفروض أن التعليم الأولي بحكم أنه برز في الاسم ديال الوزارة على أنه الوتيرة ديال تسريع معالجة هذه الملفات اللي غادي نقول لك خصها تكون أسرع. مثلا دابا الدمج في التعليم الابتدائي خصه يكون خيار لا رجعة فيه، ونقطعوا مع التدبير في الكراجات وفي الجمعيات وفي المؤسسات وكذا إلى آخره، لأنه مازال هذه الوضعية لازالت قائمة. ثانيا مازال التدبير ديال الجمعيات مركزي في التعاقد معهم باش يمكن لهم يسيروا هاد المؤسسات ديال التعليم الاولي. مازال شروط الدنيا للتجهيزات المتعلقه بالتعليم الاولي الناس يصعب لهم راه سهل، ماشي سهل. يعني التجهيزات المتعلقه باقسام التعليم الاولي مكلفه جدا. اذا بغينا تعليم أولي ذو جودة تعليمية وبيداغوجية، هو ما بغينا صبورة وكذا وفوتر راه من الممكن نعموه تغدى. المسألة الثالثة هي الوضعية ديال المربيين والمربيات ديال التعليم الأولي، اللي من المفروض أنه هذا النظام الأساسي اللي تكلمنا عليه مادام أن الأمر يتعلق بإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، إذا كنتكلموا على أطر الأكاديميات تاهما خاضعين لنفس النظام الأساسي الجديد. وكانت فرصة، هذه فرصة، وكان يمكن نصفقوا للحكومة لو أن هذه
المربيين والمربيات حتى هما استفدوا من نفس الوضعيه، استفدوا من نفس التكوين في المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، لان الاختلالات اللي كاين في الابتدائي راه شخصناها في الرؤيه الاستراتيجيه وقلنا الاساسي فيها هو التعليم الاولي، وقلنا الرهان على الاصلاح ديال التعليم الابتدائي والرفع من الكفايه ديال التعلم يقتضي اصلاح التعليم الاولي. احنا مازالين كنشتغلوا بمنطق الكم والوصول الى ارقام معينه في التعميم، ولكن سؤال الجوده في غياب التحسين، في غياب الوضعيه بعد الاداريه والوظيفيه ديال المربيين والمربيات، في غياب سياسه الادماج في التعليم الابتدائي، في غياب العده البيداغوجيه والتجهيزات اللازمه للتعليم الاولي. انا زرت واحد العدد ديال الاقسام، انا كنت في الباديه، نعطيك هذا المثال، هذا الباديه رانا في شمال المغرب، لقيت المسجد فيه قاعه رائعه ديال التعليم العتيق، ديال الوليدات اللي كيجيو للتعليم العتيق، ووزاره التربيه الوطنيه كتبني الى جنب المسجد واحد القاعه ديال التعليم الاولي. فطرح عندي سؤال ديال التقائيه البرامج الحكوميه، ونحن نتحدث عن اصلاح المنظومه، فواش وزاره التربيه الوطنيه عندها تعليم اولي ديالها، وزاره الاوقاف عندها التعليم الاولي ديالها، كاين واحد الهدر على والفئه المستهدفه واحده، دابا الدوار فيه 10 ديال الوليدات في التعليم الاولي، واش غادي يمشيو يقراو هنا ولا غادي يمشيو يقراو، كيمشيو في الصباح يقراو القران وداك الشيء في المؤسسه ديال التعليم، وكيجيو في العشيه المؤسسه ديال التعليم الاولي عاود يتلاقاو مع الاستاذه تما. اي تنسيق، اي حكامه، اي هدر مالي؟ سؤال كبير جدا يعني يطرح. وحنا قطعنا في تقديري مع اصلاح التعليم ومشينا لاصلاح المنظومه، وهنا نشير الى ان الاسباب ديال هذه الاختلالات تعود بالضروره الى خرق قانوني واضح، اللي هو عدم انعقاد اللجنه الحكوميه التي راسها رئيس الحكومه لاصلاح منظومه التربيه والتكوين والبحث العلمي، واللي فيها انا مازال كنتذكر كنت كننسق الاعمال ديالها، فيها اكثر من 18 قطاع حكومي، وهي الى بقيت تدخل الفضاء الذي يتم داخله تنسيق السياسات الحكوميه وضمان حكامه معينه والتنسيق في البرامج. هذه اللجنه لم تنعقد لحد الساعه، ويمكن نعتبرها مما سكت عنه السيد رئيس الحكومه في التصريح، في التصريح ديالو، ولكن حكمه التدبير تطرح اكثر من سؤال، وهذا نموذج من النماذج اللي تكلمنا عليها فيما يتعلق بالتعليم الاولي. سيد نصب ايجاز في هذا المحور، هذا واش ما كاينش هناك مخاوف اننا نكرروا التجربه ديال المتعاقدين الموارد البشريه ديال التعليم الاولي، لانه بدينا تنشوفوا حركات احتجاجيه ومطالب انهم يكونوا هاد المربين والمربيات ديال التعليم الاولي اللي عدد ديالهم بدا كيتزايد، انهم يكونوا حتى هما عندهم واحد الوضعيه اداريه تابعين لوزاره التربيه الوطنيه. اكيد هذا ما نخشاه، لان خاصه وان البرنامج الحكومي وعد بتكوين هؤلاء المربيات والمربين في المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، مع الحاق هذه المراكز بالتعليم العالي. طبعا عندما نقول ان هؤلاء سيكونون في هذه المراكز، فبالضروره عندما يتخرجون ستكون لهم نفس الوضعيه، وضعيه الاساتذه الاخرين. هذا لم يتم في النظام الاساسي، وهذا طبعا سيؤثر ليس فقط على حركات احتجاجيه جديده يمكن ان تكون في قطاع التربيه الوطنيه، ولكن حتى على جوده التدريس، او ليس تدريسا بمعنى الكامل للكلمه، ولكن التأطير في هذه المؤسسات، مؤسسات التعليم الاولي. ولكن دعنا نقول بان من الايجابيات طبعا الجانب الكمي، طبعا نحن في وتيره متصاعده لتعميم التمدرس في التعليم الاولي، وصلنا تقريبا 80%، وهذا مهم جدا، واذا وصلنا على هذا المنحى سيتم تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وليس 2030، وهذا طبعا مهم. ولكن إلى جانب ذلك، هذا التعميم له انعكاسات سلبية على الجودة، من جانب نسبة التأطير، عدد المربيات والمربين عندما العدد يكون متصاعد بهذه الوتيرة، ينبغي أن يكون هناك توظيف لهؤلاء المربيات والمربين لكي يواكب هذا التطور العددي. طبعا كان هناك توظيف هش في هذا الإطار،
ولكن التكوين ليس هناك تكوين كما قلنا في المراكز، ولكن تكوين يدبر من طرف الجمعيات، خاصة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، في حدود أعتقد 950 ساعة كعدد إجمالي للتكوين بعدما بدأوا ب 400 ساعة. ولكن ما الذي يمنع بأن هؤلاء الأطر يتم تكوينهم في المراكز؟ المسألة الأخرى وأختم لأن الوقت يداهم، المسألة المتعلقة بالإطار البيداغوجي المنهاجي. طبعا هناك إطار منهاجي اليوم في التعليم الأولي، لكن هذا الإطار المنهاجي يتم تدبيره من طرف الجمعيات، الجمعيات هي التي تدبر، والجمعيات هي التي تدبر هذه الأقسام، أقسام التعليم الأولي. السؤال الذي يطرح، ما الذي يمنع وزارة التربية الوطنية بأن تدبر هذه الأقسام في المؤسسات العمومية، مؤسسة التعليم الابتدائي، ما دام قانون الإطار قال أنه ينبغي أن ندمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي؟ إذن يكفي أن تكون هذه الأقسام. في بعض الدوائر لا توجد مدارس مثلا، فيتم بناء، لأن التعميم ديال التمدروس الآن وصلنا 100% في التعليم الابتدائي، هذا يعني أنه في كل الأطفال في كل دور يجدون مكان في المدرسة. من تشتت الدواوير يعني صعب النقل الطفل عنده 4 سنوات إلى منطقة يعني بعيدة. فرق ما بين 4 سنوات وست سنوات في الابتدائي، سيكون في الابتدائي نفس الشيء، نفس الإكراه إذا كان يوجد في التعليم الأولي، سيكون نفس الإكراه في التعليم الابتدائي. ثم المسألة الأخرى هو أن اليوم نحن بصدد تحويل هذه المؤسسات من تدبير من طرف إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تدبير من طرف الأكاديميات. ما الذي يمنع في هذه المرحلة بما دمنا سننتقل من تدبير إلى تدبير أن يكون في نفس الوقت تحويل لهذه المؤسسات، الأقسام الأحرى أن تكون داخل هذه المؤسسات، مؤسسات التربية الوطنية، وأن نبتعد عن هذا التدبير بواسطة الجمعيات، إلا إذا كان في الخلفية أن الوزارة تذهب في اتجاه التدبير المفوض، ليس فقط في التعليم الأولي ولكن أيضا في باقي أسلاك التعليم. وهذا طبعا ما يتبادر إلى الذهن، وهي أشياء اليوم بدأت تظهر من خلال توجهات التي بدأت تظهر من طرف وزارة التربية الوطنية.